صناعة الدولة مرت بكل أنواع الأنظمة السياسية والاقتصادية اللي أنا عشتها من أيام جمال عبد الناصر، اشتراكية وبعدين بهوأة في أيام السادات، وبعدين تأثير شديد لرجال الأعمال على البنوك وعلى وعلى وعلى، وبعدين مرحلة من اللي لسه ما استقرتش في مصر. قطاع الدواء بينمو سنويا ما يقلش عن 12%، لدرجة ان الاجانب بيستغربوا لما بنقول لهم حتى في ظروف صعبة اللي احنا عايشين فيها دي صناعة الدواء هي الصناعة اللي بتحقق نمو سنة عن سنة. حتى في سنة 2011 صناعة الدواء حققت نمو قدره 10%، نمو قدره 10% عن السنة اللي قبلها. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ مش عشان الصيادلة كويسين، عارفين ليه؟ عشان ربنا مدرك أن المريض المصري مريض فقير لا يستطيع أن يدفع ثمن. لو إحنا بننتج بخمسين مليون جنيه تقريبا في السنة، مليار، خمسين مليار جنيه في السنة، إحنا كنا لو بنستورد دواء، لو ما فيش صناعة دواء، لو ما فيش صيادلة واقفين ورا المكان، كنا هنستورد. أفكركم إحنا بننتج حوالي 50 مليار دواء ومستلزمات طبية، كنا هنحتاج 500 مليار. من فين الدولة وفين الحكومة اللي تقدر تدفع ده؟ ربنا بيده الحنونة خلى الدواء في مصر يعيش رغم الضربات اللي بتوجه ليه، رغم أن الصيدلي الممارس بقى صيدلي دخله الشهري أقل من دخل أي صيدلي في المنطقة. الصيدلي المصري الأرقام اللي انتوا شفتوها اللي هي ياخد ربح 20% أو لما ننجح تبقى 25% بيتصفلوا في الآخر 3% نتيجة المصروفات ونتيجة الضرائب ونتيجة، وإحنا قابلين. وصيادلة عدد الصيدليات بيزيد، 63 ألف صيدلية. المصانع الدواء رغم إن إحنا التفكرين كان الدولار مثلا من 7-8 سنين بكام، بقى الدولار بكام، ورغم ان صناعة الخامات الدوائية توقفت في مصر، وانا معرفش ليه بكل حزن توقفت، بقينا بنستورد كل الخامات الدوائية من الخامات الرئيسية الى الخامات غير الرئيسية، ومع هذا لم تتحرك اسعار الدواء بشكل مزعج، واستمر الدواء في فوق يد الله سبحانه وتعالى عشان الناس ما عندهاش مانع تقسم رغيف العيش نصين، ما عندهاش مانع ما تشتريش هدوم جديدة في العيد، لكن الناس ما تقدرش ما تشتريش الدواء لما يبقى ابنها عيان.